سلام الغزالة الدولية، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد تشيز كيك. كانوا البنات خلاو ليا دي كومونتير، قالوا لي حافك صوبي معنا تشيز كيك بدانون مسوس. يعني أنا صايبت معكم تشيز كيك بالكريمة وبالماسكاربون وبالفخوماج، صايبت معكم تشيز كيك بالكريم بالجبن الطري اللي هو بيرلي، ودابا غادي نصايبو معكم ان شاء الله بدانون مسوس فقط اللي هو دانون كريمي ناتور. وهو هو صبح داير بحال 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 بيرلي، حتى هو جبن طري تقريبا. المهم انا غادي نصايب معكم 6، وغادي نصايبوه بكريمه ديال بالكريمه ديال الرمان. بقوا معايا باش تعرفوا طريقه التحضير. واهم حاجه كما كنقول لكم دائما في الوصفات، راه ما بقاتش في المكونات، بقات في طريقه التحضير. هذا كي السر ديال النجاح ديال الوصفه. عندي 5 ديال الهينريز، كيت ديال الهينريز، وعندي نيدو ريبا. سمحوا لي بنتي كاينه معايا صغيره. العلبة ديال نيدو شحال فيها؟ فيها 60 غرام. غادي نبداو. بطبيعة الحال انا عندي هنايا الزبدة، اللي كل واحد يدير الزبدة اللي بغا. المهم غادي ندير هنا الزبدة. اول حاجة غادي ناخدو الهاشوار، اللي غادي نحل داك الصابلي ديالي، نحاول هكا. من بعد ما كملتهم غادي نطحنهم، وغادي نتلاقاهم ان شاء الله. من بعد هنا خديت واحد البول اللي غادي نفرغ فيه هذا الطحن، وغادي ندوب بالزبده. كما شفتوا معايا الزبده، خديت المعلقه الاولى، الثانيه، هو المعلقه الثالثه. يعني خديت كميه كبيره صافي، ثلاثه ديال المعالق راه كافيين. تنشوف الا كنخصها. انا غادي ندوبهم ونطلق. ما دوبت الزبده ديالي، غادي نحاول هكا نكب شي شويه هكا ديال الزبده. اللي بغيت نقول لكم البنات، اللي كتبغي الكاطو كيجي لتحت الطبقه كروستيون، ف الزبده ديالنا تخليها تغلي مزيان حتى يخرج بها داك الماء، يعني يولي اللون ديالها بحال الزيت، ما كتبقاش هكا كريمي كما انا كتعجبني بحال هكا، كتعجبني ديك الطبقه التحتانيه تجي بحال الكيكه. وحتى بالنسبه لدانون فما تخليش داك الماء ديالو، لانه هو كيفزق لينا الكاطو من التحت، وكيجي لتحت بحال الكيكه، تاكلي كيكه ماشي صابلي كروستيون. انا كتعجبني بحال هكا، اللي كيعجبها الصابلي يكون كروستيون، فالزبده دوبها مزيان حتى يمشي بها الماء. هنا خديت واحد صفيحه رقيقه ديال واحد المول، فرشتها هي الاولى، ودرت فوقها ورق الطبخ، ورق الطهي، البابي كويسون مهم. وزدت هكا الصابلي ديالي، ودرت هذاك الاطار الجانبي. صافي خذوا الاطار اللي بغيتو، انا خديت هذا الاطار اللي كيتحل بالجناب. صافي وخديت واحد الكاس، وغادي نبدا هكا يعني نبدا هكا كما شفتوا معايا بحال اللي كنضرب داك الصابلي باش يتكس صافي. وفي نفس الوقت كيكون الفران ديالنا سخون على 180 درجه. غادي نخليوها طيب غير مده ديال 5 دقائق فقط. عندك وتنساوها يعني دغيا، راه غادي تحرق معكم، لانه راه الصابلي طايب غير شي شويه كتشد راسها، ما تفوتوش 5 دقائق صافي. وغادي نخرجوها نخليوها تبرد معنا، وندوزو نصايبو ان شاء الله الطبقه الثانيه ديال الكريمه. هنايا خديت نفس المول اللي صايبت به داك الكاطو، غادي نوضع داك الدانون ديالي. غادي نوضع 6 ديال الدانونات
السوسين، وغادي نوضع 6 ديال المعالق ديال السكر، غادي نزيد عليهم 3 ولا 4، سا ديبون نتوما والاختيار ديالكم. انا وضعت 4 ديال الفرماجات المثلثات اللي كان عنده المربع، فرماج مربع يضيفو، او لا كان عندكم جبن كريمي جبلي ولا اي حاجه يضيف هكا 2 معالق كبار عامرين. صافي وضعت النيدو وغادي نحرك مزيان بالباتور ولا بالبلندر. صافي وان شاء الله نتلاقاو باش نصبو هذا الخليط ديالنا فوق الطبقه الاولى اللي درناها. صافي هنايا كنصبو داك الخليط ديالنا اللي جا كريمي صراحه، صبيتو انا فوق. غتقولوا لي علاش طلع ليك داك الكاطو، انا غادي نقول لكم علاش. اول حاجه انا ما عرفتش الاطار اللي كان عندي ديال المول، بحال المول اللي كان عندي اللي كيتحل في الجناب، ما عرفتش صدى ليا، ما عرفتش عاد الكاليتي ديالها زوينه وكلش، ما عرفتش علاش. فان شاء الله غادي ناخذ مول اخر. دونك جافي با لو شوا، لقيت غير واحد صينيه درت لها هذا الورقه ديال الاخر، ودرت هذا الاطار هذا ديال انوكس. دونك هذا الاطار هذا غير ديال دريساج، يعني دريساج ديال لي طارت، المهم لي طارت هذوك، المهم اي طارت. دونك هو بحال بقى كيتحل ليا دوكو، انا فاش دخلته للفران وطاب ليا وداكشي، فاش خرجته بقى هذاك، بقى الاطار بقى لي بحال كيتحل. ايوا فاش بقى كيتحل داك الكاطو، داك الكاطو كنعاود ليكم بحال كنعاود شي قصه. المهم الكاطو بقى كيطلع ليا هكا، بقى بحال يعني الكاطو بقى يدي مولا، حيت الاطار بقيت كنتعافر معاه باش يبقى مجموع. اي وصافي فاش صبيت داك الكاطو اللي بقى يتفرتت هكا طلع. دونك غير نتوما تبعوا المقادير وما تحركوش المول وداكشي، راه داكشي غادي يدير لكم مزيان. هنا كيما شفتوا غادي نمشيو للمرحله الثانيه اللي هي نصوبوا فيها الكريمه ديال الرمان. انا خديت هنايا 2 ديال الرمانات، كيما تشوفوا انا دي الطريقه ديالي، كناخذ الرمانه كنقسمها على 2 وكناخذ هكا شي معلقه ديال السقوه. صافي كنبقى نضرب بيها هكا، عرفتوا راه كلشي كيهبط ليكم صراحه في الساع، يعني دغيا كت صراحه يعني طريقه استوس اللي هي زوينه و كتسهل علينا. صافي هنا غادي نكمل بحال هكا ونتلاقاو. هنايا خديت واحد الزلافه اللي هي صغيره شويه، صافي ودرت فيها القليل من هكا من الرمان اللي غادي نخليه في التالي، يعني باش غادي نزيدو غادي نزيدو هكا في الكريمه ديالنا. وصافي ما تبقى من الرمان غادي نديرو في المول. صراحه انا بلا ما غادي نضيف له الماء وغادي نطحنو، غادي نضيف له 6 ديال المعالق ديال السكر، وهما اللي غادي يضيفوا لنا الماء. كما شفتوا معايا هذه بحال لي 6 ديال المعالق ديجا عابره بها. صافي وغادي نحركو مزيان وغادي يطلق لي شويه الماء، خليوه الا بغيتو شي شويه. وصافي ودوزو طحنوه وصفيوه مزيان بالصفايه. هنا من بعد ما صفيتو هكا في الكاسرونه غادي نصفيه مزيان. هنايا انا زدت له النكهه ديال الرمان، تقدروا تستغناو عليها، انا فقط باش تعطيني اللون احمر. وغادي نزيد 4 ديال المعالق ديال السكر حتى ل5، غادي نزيد 2 معالق كبار ديال المايزينا. صافي وغادي نحرك مزيان وغادي نردو فوق العافيه. انا الصراحه عندي الكراكار اولا الجيلاتيم، ولكن ما بغيتش نديرها لكم بالجيلاتيم، بغيت تكون اقتصاديه 100%، بغيتها تجي معكم صراحه يعني في المتناول. ان شاء الله ندير، غادي نصايب معكم بزاف ديال الانواع ديال التشيز كيك في الايام القادمه ان شاء الله. غادي نصايب معكم تشيز كيك بدون فرن، وغادي نصايب معكم تشيز كيك اللي عاوتاني كيكون غير بالبيض وبالكريمه، وغادي نصايب معكم تشيز كيك اخر ان شاء الله بالجيلاتين. المهم دابا ان شاء الله غادي نردها فوق العافيه حتى تشد راسها ونتلاقاو. هنايا من بعد ما شدت راسها صافي، بغيتو تخليوها تبرد شويه، بغيتو تكبوها يعني فوق
فوق ال فوق شيز كيك دينا ديروها. انا كما تشوفوا راه ما خليتش الرمان بزاف، كانوا باقي لي غير جوج ديال الرمانات، يعني تقدروا تخليوا الرمان اكثر في اكثر باش تجيكم باش يجيكم دوك الحبيبات ديال الرمان باينين. صافي هنايا، صافي انا صبت غير فوق المغسول اللي بغيتو انا ليا، حيت الزوج ديالي ما كيبغيش هذا، ما يبغيش فوقها الصلصه، اي صلصه كيبغيها كتجي سامبل، يعني ما فيها حتى شي كو. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. باي باي.